أحب صلاة الليل، ولي فترة من الزمن بعد أن هداني الله أصلي، ولكن بدأ شيء في نفسي، وذلك بالنسبة للمرأة، هل يجوز لها رفع صوتها أثناء القراءة وأثناء الصلاة، وخاصة أن القلب يخشع أكثر، وأن الصوت إذا ارتفع يطرد الشيطان، ثم إنني أتأمل كثيرا إذا رفعت صوتي، لكني أسأل فضيلتكم عن مقدار رفع الصوت والحال ما ذكر، ولا سيما أنني قرأت أثرا فيه شيء عن أسماء وابن الزبير حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. شيء طيب الرغبة في صلاة الليل، لأن صلاة الليل أجرها عظيم وفضلها كبير، والجهر بالقراءة في صلاة الليل مشروع، سواء كانت فريضة أو نافلة، مستحب، ليس بواجب، إنما هو مستحب. وللسائلة أن ترفع صوتها بالقراءة في صلاة الليل إلا إذا كان يترتب على رفع الصوت محذور شرعي، بأن يكون هناك من يسمعها من الرجال ويفتتنون بصوتها، إنها لا ترفع صوتها. إذا كان عندها من يسمعها من الرجال الذين يفتتنون بصوتها، إنها لا ترفع صوتها. وكذلك إذا كان عندها من يتأذى برفع صوت من نائم أو مصل يصلي حولها، إذا رفعت صوتها شوشت عليه صلاته أو آذت النائم برفع صوتها، فإنها حينئذ تسر. الحاصل أن رفع الصوت في صلاة الليل الأصل فيها أنه مشروع وأنه مستحب، إلا إذا ترتب عليه محذور شرعي من تشويش على مصل آخر أو إيذاء نائم أو أن يسمعها من يفتتن بصوتها، إنها حينئذ تقرأ سرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.